بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، كرمت شركة بيئة الفائزين بجائزة المدارس للتميز البيئي وجوائز مسابقة المدارس لإعادة التدوير في الدورة الخامسة، والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. بهدف تحفيز وتشجيع العمل البيئي الإيجابي بين الطلبة، جاء إطلاق جائزة المدارس للتميز البيئي ومسابقة المدارس لإعادة التدوير بمبادرة من مدرسة بيئة للتثقيف البيئي، حيث كرمت بيئة 14 فائزا بجوائز نقدية بلغت 200,000 درهم. اليوم احنا شجعنا الطلبة بحيث ان طلبنا منهم انهم يبتدون يفكرون كيف يستخدمون الموارد الطبيعية اللي حواليهم، وكيف ايضا يستخدمون المخلفات، وهذا شيء مهم جدا، لان اليوم الموارد الطبيعيه هي قليله ولازم نحافظ عليها ونحافظ على بيئتنا. نلاحظ ان كيف هم سنه عن سنه وايد يزيد الشغل والشغف بالعمل على هاي المشاريع، لان في عندنا مدارس يعني كانت تشارك تقريبا من 4 إلى 5 سنوات يعني متواصل كل سنه، ونلاحظ انهم يعني في كل سنه يدفعون نفسهم بحيث ان يحسنون من نفسهم ومن قدراتهم عشان ان تكون مشاريعهم احسن حق السنوات الجايه. وتم توزيع 14 جائزة تحت 6 فئات، وهي فئة أفضل تجربة علمية بيئية، وأفضل فيلم بيئي، وأفضل نموذج أولي بيئي، وأفضل اختراع بيئي، والإنجاز الفردي المتميز. وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم ضمت خبراء بيئيين وممثلين عن شركة بيئة، وحصل الفائزون على جوائز نقدية تراوحت ما بين 5,000 و25,000 درهم. سوينا 5 تجارب كلها تتعلق بترشيد استهلاك الماء، وكانت فيها من إعادة التدوير، يعني ما حاولنا أن يجيب يعني مثلا تجارب نستخدم فيها آلات وكذا، لا كلها من إعادة التدوير على أساس يسهل على أطفالنا استيعاب الشيء وأنه يكون كله من الطبيعة. مدرسة بيئة للتثقيف البيئي تتطلع للوصول إلى عدد أكبر من الطلبة من كافة أرجاء الدولة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج بعد التوسعة في فئته.